وبسلطة والسيدات الفنانين والفنانات وبسلطة والسيدات المشاهدين والمشاهدات ولا أنسى الأسرة الإعلامية لولاية المسيرة فأهلا وسهلا بالجميع. تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون والسيد والي ولاية المسيرة وبالتنسيق مع قطاع السياحة والصناعات التقليدية بولاية المسيرة وقطاع الثقافة والفنون بولاية المسيرة تنظم اليوم الاحتفالية الخاصة بيوم الفنان والتي تصادف الثاني شوال من كل عام. ما الفن؟ يقدم العارفون الفن على أنه ذلك السلوك الإنساني العجيب الفريد الذي يرتكز على الخيال والخلق والإبداع. ويقول المؤرخون بأن الفن هو شاب التاريخ، فلولا الفن لما عرفنا ما الحضارات التي تداولت على هذه الأرض، فلولا تلك الرسوم المرسومة على الكهوف والبهارات، ولولا تلك التماثيل التي بقيت شامخة تشهد على أجزاء الإنسان، ولولا تلك البناءات العمرانية التي بقيت على مر الزمان رغم أن كل الحكومات وكل الرجال قد غابوا وغيبوا من الزمن. لولا الكتب وتلك الكنوز المحفوظة التي بقيت في عصورها، لولا سير الرجال المردودة في حكايات الجبات، لولا كل تلك الحروب لما عرفنا كل هذا الزخم من التاريخ الإنساني العريق. يقول نيتشه الفيلسوف المعروف بأن الفن هو ذلك الخيال الجميل الذي يزين الواقع المهين، إنه من حين من صدمات الحياة القاسية، فالفن يا سادتي هو تلك الزهرة الجميلة التي تنبت عروة من بين شعور الأرض الجافة أو المحروقة، هو ذلك الصبي الصغير التي تنطلق من تحت الركام لتعلم أن الحياة ما تزال هنا. الفن هي تلك اللمسة الجميلة التي تجعل الحياة أكثر استصاغة، هي تلك قطعة الحلوى التي يمر بها مرارة الدنيا. والفنان على رأي طه حسين هو طفل العالم الذي لا يكبر، وقلب الفنان يا سادتي هو جيب العالم الذي يخبئ فيه أفراحه وأماله وأحلامه وكل ما يريد الإنسان أن يحققه في هذه الحياة القصيرة، لأن حياة الفن أطول وأبقى. نلتقي اليوم في هذه الاحتفالية والتي تصادف من كل سنة تلك استشهاد رجل عظيم من الجزائر، شاب ولد وعاش وترعرع في حجم العشاد بمدينة تيرت. عاد له ويبلغ 18 من العمر أن يركب البحر، فاشتغل بحارا ولكن موجة البحر يدرك بأن موجة الفن في خياله وفي قلبه كانت أقوى، فركب سفينة غناء وألف فرقة مسرحية وغنى ابتداء من ولاة الحال الأغنية البسيطة التي كان يحاكي فيها جلال المرأة الجزائرية انطلاقا إلى أغنية أنغام الجزائر. هذا الفنان رغم أنه لم يكن يملك رشاشة ولا مدفع ولا مسدسا ولا بندقية، وإنما كان يملك الأغنية، إلا أنه قضى مرجع الاستعمار الفرنسي ليغتاله في مثل هذا اليوم ويلبي جبته في ساحة الشهداء بمدينة تيارت، وهو لما يبلغ الثاني أو يبلغ الواحدة والثلاثين من عمره. السؤال هنا، ما الذي يجعل نظمة استعمارية بدباباتها وظاهراتها وجنوشها وجنودها تخاف أغنية من فم فنان يكاد أو بالكاد قد بلغ الثلاثين؟ لأن هنا سلطة الفن من تتكلم، ولأن هنا الفنان هو تلك الرسالة الإنسانية العميقة التي تدافع عن الأبطال، هو تلك الرسالة الإنسانية العميقة التي تجعل من الفن لغة مشتركة بين الإنسانية جمعاء تتبلغ تباين دياناتها وجنسياتها ولغاتها وأشياءها وألوانها وتقاليدها وعاداتها. علي العاشري هو رمز الفنان الجزائري القوي الذكي المجاهد، والذي حري به ان يبقى قدوة لكل الفنانين الجزائريين. الفنان الجزائري الذي عاش واقعه الجزائري
وحلم بحلمه الجزائري الخاص، وهو وطن جميل قوي تبدو الآفاق بأحلام شبابه وبطموحات رجاله ونسائه. نلتقي اليوم في ذكرى وفاة من غنى لهموم الجزائر كله، الفنان الذي طرح ذلك السؤال على زوجته: لو تسألوني نفرح نفخر بلادي الجزائر. ورغم أن هذا السؤال ساذج وبسيط، إلا أنه دفع ثمنا له حياته. فالمجد للفن والمجد للفنانين والمجد لكل جميل في هذه الأرض الجزائرية الطيبة الطاهرة، لأنه سيبقى رغبة لشيء عليها ما يستحق الحياة.